طبعا اليوم بدنا نحكي عن اوتوا على الخريطة، المكان اللي راح توصلوا موست بروبابلي، يعني معظم الاوقات بيكون مطار اوتوا الدولي. هذا موقعه هو في الجنوب من العاصمة، واكيد اكيد يعني راح تروحوا على الداون تاون، فمعظم الناس بتسكن في الداون تاون لسهولة التنقل. غاد الداون تاون في زي ما انتم شايفين اهم اشي، اهم معلم اللي هو البرلمان الكندي، يقع على نهر أوتوا اللي بيفصل مقاطعة أنتاريو عن مقاطعة كيبيك، ومدينة أوتوا عن مدينة جاتينو. في الجسور هاي بتوديك على مدينة جاتينو زي ما هذا هو الداون تاون. وهون البرلمان، طبعا هذا الباي وورد ماركت له مكان رائع جدا للتسوق والأكل. وهون الريدو سنتر قدامه، يعني كل شيء تقريبا جنبك في الريدو كانال. It's caught in the crossfire.